تشارك جامعة خليفة اليوم بعدد من مراكز الأبحاث مثل مركز أبحاث الروبوتات والأنظمة الذكية ومركز أبحاث الاتصالات. نعرض عدد من المشاريع البحثية في الجامعة ومشاريع الطلبة، منها مشروع الروبوت سداسي الأرجل الذي يستطيع حمل أطنان إلى مناطق لا تستطيع السيارات العادية حملها. عندنا الروبوت الآخر هو الروبوت كشف عن البلاك باودر في أنابيب النفط، أيضا صمم عن طريق الطلبة في جامعة خليفة، وعدد من المشاريع الأخرى. أيضا وجودنا اليوم بمقابل مركز خليفة للابتكار، فأكثر من مشاريع الطلبة أيضا تعرض في مركز خليفة للابتكار الذي يتم بالتعاون بيننا وبين مبادلة وتوازن وصندوق الوطن وصندوق خليفة لتمويل مشاريع الشباب في الجامعة بإنشاء حاضنات تستطيع الشركات الكبرى هنا في العارضة في المعرض باستقطاب الحاضنات هذه وتملكها.